التزاماتنا الدولية هو ولم نعلن عنها في العلن هو صناعة أجهزة الطرد المركزية الحديثة، وكان علينا أن نذهب إلى بناء تأسيسات خاصة، ولذلك قمنا بالتجهيزات من ناحية السيطرة وغيرها، وأيضا تحديد المكان لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وطبعا نحن قمنا بذلك، وكانت لدينا فعاليات وسيعة، ولكننا لم نستخدم ذلك. وحسب أوامر القيادة، قيادة قائد الثورة ورئاسة الجمهورية لهذه البنية التحتية التي تبعث على الفخر والهامة جدا، بدأنا هذا العمل. أنا أن نتمكن في القريب العاجل أن يكون لدينا حديثا مفصلا في نفس المكان، أن تستفيدوا منها من ناحية الصورية ومن ناحية الصوتية، وأن نقدم إلى الشعب الإيراني التوضيحات الأخرى، وأيضا نقدم توضيحات حول ذلك المركز الحديث لإنتاج أجهزة الطرد المركزية، الذي هو الحقيقة مركز متطور جدا. وإذا هذا المركز ما كان يريد أن يذهب بالشكل الاعتيادي فلربما كان ليتحقق بعد 6 إلى 7 سنوات، ولكن إن شاء الله نحن سنتمكن خلال الأسابيع القادمة والأشهر القادمة أن نكمل بناءها وأن تلتحق بمفاعل نطنس. ومن ثم أقول لحضراتكم النقطة الأخرى التي بودي أن أشير إليها، هو أن إرادة الشعب، أن عليهم لا يختبروا إرادة شعبنا، فلا يجب أن يختبروا، فإن من الخطأ اختبار أن يجربوا المجرب. فتم اختبار إرادة هذا الشعب لعشرات المرات خلال مثلا الحرب المفروضة، عادة ما يقولون حرب صدام ضد إيران ما يقولون، ولكن في واقع الأمر وكان حرب الاستكبار العالمي، والدول العظمى ضد إيران، قوى الشرق والغرب كلهم دخلوا في حرب ضد إيران، حرب مفروضة في فترة أن إيران لم تكن لديها الإمكانات اللازمة، وكانت الثورة فتية، ولم يكن هنالك، قد حصل الانسجام الداخلي من الجوانب، من ناحية تعبئة الإمكانيات، ولكن أنتم